هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية والتي هي 4 ركعات بتكبيرة واحدة وسلام واحد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الأربع التي قبل الظهر تصلى بسلامين، تصلى بسلامين بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولأن في جعلها بسلامين تكثيرا للعمل، وذلك أعظم الأجر. نعم.